بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بامر الله. النهاردة هقول لكم على طريقتين كده. هو احنا عاملين فيديو معجنات، طبعا انا مش عاملة المعجنات معاكم من الاول للاخر، انا قلت بس هوريكم كده بما ان احنا في فصل الشتاء والدنيا الجو ساقعة وبرد، هوريكم طريقتين يسرعوا معاكي عملية التخمير، يخلوا العجين يطلع معاكي بسرعة الصاروخ زي ما بيقولوا، ما يكملش معاكي ساعة وتكوني مخلصة العجين بتاعك. اول حاجة هنشوفها هي عملية التخمير، بداية ازاي تعملي الخميرة او ازاي تحضري الخميرة، هنشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا هنا اول دوت كده العجين بعد ما انا خلصته، بس انا هوريكم الاول، تعالوا كده نشوف عملنا الخميرة بتاعتنا ازاي. تمام، تعالوا نشوف اولا مكونات الخميرة بتاعتنا الاولى. اولا هنا معايا دول معلقتين من الدقيق، تمام اهو، على معلقتين من السكر، سكر الحبيبات العادي بتاع الشاي بتاعنا، يبقى معلقتين دقيق على معلقتين سكر على باكو من الخميرة، باكو كامل او معلقة كبيرة، معلقة اكل برضو من الخميرة الفورية. تمام اهو، خلاص كده هقلب الاول المكونات الجافة بتاعت الخميرة ديت كلها كده مع بعض عشان يتجانسوا، ما يبقاش في حاجة ايه لما نضيف المية يعني بتاعتنا، ما يبقاش في حاجة لوحدها. خلاص اهو، وهبدأ اضيف عادي مية دافية من الحنفية او من الكاتل، اي كان عندك يعني السخان ومشغلاه هتملي كوبايه ميه دافيه. خلاص كده، وهقلب كده لحد ما المكونات بتاعتي كلها تدوب في الميه، اديت كده حوالي نص كوبايه خلاص، وهقلبها كويس جدا وهغطيها وارجع لكم بنوع الخميره الثانيه. الخميره الثانيه انا معايا هنا معلقه من السكر، تمام، ومعلقه من الدقيق، معلقه سكر على معلقه دقيق، هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم معلقه من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وكمان معلقة من الخل، وهنشوف التفاعل. وهي ديت الخميرة التانية اللي هي ايه؟ اللي هي محسن الخبز او بديل محسن الخبز، تمام، بتديني تفاعل رهيب جدا، وبتدي كمان هشاشان للعجينة والمعجنات والمخبوزات بتاعتنا حتى بعد الخبز بتبقى جميلة جدا. تعالوا كده نحط البيكنج باودر ونشوف الخميرة ونشوف الفوران بتاعنا كده. بصوا بقى دي معلقه ايه؟ البيكنج باودر، تمام، معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، هحطها كده وهقلبهم السكر والدقيق والبيكنج باودر. خلاص اهو، قلبيهم كويس. خلاص كده هعمل ايه دلوقتي؟ هحط معلقه من الخل، معلقه كبيره كده من الخل. خلاص احط كده اهي معلقه كبيره، او نحط معلقتين، تمام، الخل كويس جدا للمعجنات. وهاخد كمان عليه ايه؟ معلقه ميه اهي، معلقه من الميه، وهقلبهم كويس جدا. شايفين بقى الفوران والتفاعل؟ لو احتاج معلقه ميه تاني مفيش مشاكل اهو، بصي بقى شايفه؟ شايفه ما شاء الله، شايفه عمل معايا ازاي؟ شايفه ده كده ولا احسن محسن خبز تعمليه دايما تعتمديه في المعجنات بتاعتك، جميل جدا. شايفه الفوران ما شاء الله. يلا بقى نعمل ايه؟ نروح بيه على ايه؟ على الدقيق بتاعنا. ناخد كده اهو، نجيب دقيق نحط عليه ورقه الفانيليا اللي احنا حطيناها، وكمان نحط رشه الملح، رشة ملح اهي كده، ذرة ملح كده صغيرة، تمام. اقلب المكونات بتاعتي كلها اللي هي الفانيليا والدقيق والملح كويس جدا كده، وبعد كده هروح جايبة الخميرة الاساسية اللي هي الخميرة البيرة. شايفين ما شاء الله، بصوا برضو الخميرة بتاعتنا عاملة ازاي، بصي ما شاء الله، شايفة جميلة جدا. وهنزل بيها على الدقيق، سيبش حاجه طبعا المكونات بتاعتك لان دي معاييرهم ايه، حاجات متقدره ومظبوطه عشان كميه الدقيق بتاعتك. نبص بقى، بسم الله ما شاء الله، شايفين محسن الخبز اللي احنا عاملاه؟ بص 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 ما شاء الله، شايفين عامل ازاي؟ هيخلي معاكي العجينه بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله يعني بامر الله تفور كده فور زي ما بيقول. خلاص كده، بعد بقى ما خلصنا الخميرة بتاعتنا وشفناها مع بعض، هوريكم دلوقتي العجين بتاعنا بعد ما خلصته. طبعا عجن انا قلت لكم ان ده مش فيديو، مش هعمل فيه المعجنات من اولها، طبعا انا هوريكم طريقة التخمير. طبعا بصي ده العجين بتاعي اللي انا عجنيه اهو،
تمام كده. ده عجين قرص خلاص. العجين ديت انا حطيتها كده في طبق وغطيتها بكيس ثلاجة، وبكيس اللي هو بصراحة دوت الكيس اللي كان فيه الدقيق نفسه. تمام. بعد ما خلصت العجينة، طبعا اهم حاجة انك تدي العجين يعني الطريقة المظبوطة بتاعته او العجن اللازم دي لغاية لما ينعم معاكي تماما. عاملة ايه ده كله دوت، انا هوريكي دلوقتي. بص كده انا هرفع كده دوت طبق تاني انا حاطه فيه ايه، هتشوفي دلوقتي لما هرفع. بصي شايفة المية، شايفة البخار، مية مغلية، مية مغلية حطيتها قليتها في الكتل وحطيتها في طبق كده، وبرجع احط مصفى من فوق طبعا عشان العجين بتاعك ما يتسلقش هياخد البخار، وهرجع احط العجين بتاعي بالشكل دوت كده في المصفى واغطي بالكيس واغطي تاني بفوطة مطبخ، وبكده العجين بتاعي مش بياخد نص ساعة وبيكون طلع معايا واختمر وجاهز لانك انت تقرصيه او تجهزيه يعني الطريقة اللي انت هتستعمله كده. بصوا انا وريتكم طريقة التخمير وسبت العجينة والله ما كملت نص ساعة. تعالوا بقى كده انا هوريكم ايه العجين شكله عامل ازاي كده عشان تشوفي العجينة اختمرت معايا. بصوا ما شاء الله شايفين شكل العجينة اهو على نفس الطبق اهو، والمصفى زي ما وريتكم بنفس طريقة التخمير، ما اخدتش معايا وقت خالص خالص ورفعت بالشكل دوت. شايفين اهو، شايفين الخمر بتاعها ما شاء الله جميلة جدا جدا. تمام كده، اتمنى ان كنتوا تجربوا الطريقة ديت في التخمير، ان شاء الله مش هتخليكي غلبانة ابدا في انك انت تعملي ايه معجنات في فصل الشتاء، ولا تحتاري ولا تقولي تكسلي بقى لا ده الجو برد مش هعمل معجنات خالص. لا ان شاء الله الطريقة ديت لو اتبعتيها بامر الله هتيسر عليكي موضوع المعجنات تماما. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط ويعجبكم، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم بقى في طريقتي في تخمير المعجنات. ان شاء الله اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واشوفكم في الفيديو القادم، واقول لكم سلام عليكم.